أكدت معالي شم المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب بأننا فخورون لوجود جناح للشباب في إكسبو 2020 دبي، والذي يستعرض قصة شباب الإمارات وكيفية توفير الأدوات لتحقيق رؤيتهم وتمكينهم في المستقبل. اليوم نحن محظوظين أن عندنا جناح الشباب في إكسبو 2020، وقصتها قصة بسيطة عن التقاط النقاط وتحقيق مستقبل الشباب وتمكينهم. ما نقدر نمكن شبابنا بدون ما نعطيهم الأدوات والمسؤولية. اليوم هذا الجناح كله بمجهود الشباب، من تصميمه إلى حتى الفعاليات واللي يديرون الفعاليات، إن كانوا من أعضاء مجالس شبابنا أو من مبادرات مختلفة من شباب الإمارات. فهاي يمكن أول أجمل قصة لهالجناح، أن الصدق فعلا هو بمجهود الشباب. لكن الجناح شو يعطي شباب الإمارات أو شباب العالم؟ يعطيهم قصة عن شباب الإمارات وعن قطاع الشباب في دولة الإمارات وعن استراتيجية دولة الإمارات في هذا القطاع. اليوم بعطيكم مثال، كان عندنا فعالية لإطلاق الكتاب المصور لقيم الإمارات، ومبادرة هي برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لأهمية غرس القيم الإماراتية في نفوس شبابنا وأيضا في الأجيال القادمة.